بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وحلقة جديدة من برنامج الدين المعاملة. حلقة هذا اليوم بعنوان المحددات الاجتماعية والشرعية في بيع الملابس والمستلزمات النسائية. لا إشكال ولا شبهة في فتح محلات لبيع الملابس المختصة بالنساء من قبل الرجال مع مراعاة الأحكام الشرعية، فلا يبيع إلا ما يحل بيعه ولا يعرض ما يثير الغرائز ويخدش الحياة. تتضمن هذه الحلقة عدة محاور بالإضافة إلى المسائل الدينية والاستفتاءات الشرعية. هل يمكن ذكر مصادق تجسد مصداق الدين المعاملة في مجال بيع الملابس النسائية من قبل الرجال؟ أو بتعبير آخر، إحنا هسه نريد نذكر مجموعة من المصادق تجسد مصداق الدين المعاملة في مجال بيع الملابس النسائية. واحد يتعامل ويا المرأة كأخت، كزوجة، جيد جدا. نعم. اثنين، ما يفرق بالاسعار بين زبون وزبون، يعني زبونه يرفع عليه سعر، زبونه يقلل. زين. ما يذب، نقول مثل ما نقول ميانه بالعمل. لا قدر الله. أي. نعم. ما يذب ميانه، يعني هي كزبونه يتعامل وياها، تجي تشتري يتعامل باخلاق رسميه. زين. تشتري مزاح شقه؟ لا لا. نعم. ماكو، ما يصير مزاح شقه. زين. غالبا ما يتحفظ في كلماته واختيار الكلمات. طبعا. زين. نوبات بعض الملابس تجي بها صور نسائيه، قد تكون الصوره ما مناسبه او تخدش الحياه. موجود. شلون تعرضون هاي الصور؟ يعني احنا حاليا احنا عندنا الحمد لله ما نجيب هيك شيء. ما نجيب. فيما لو تجيبها وتعرضها شلون؟ ما حنجيب. مستقبلا ما حنجيبها، بس اكو يجيبوها يعرضوها عندهم عادي. احنا لا. شوي. احنا محافظين على تقاليدنا، فيما لو جبناها مثلا ممكن ان نعرضها بطريق ان لا تخدش الحياه، ممكن يصير. اي يصير. او لا ترويج، ان ما يكون ان يزق عليه ترويج للفساد. أي. مثلا احط الصوره على الظهر. صح. او احجب الصوره مو كامله. أي. بس انا اروج البضاعتي هاي. طبعا. عندي بضاعه مثلا كانت تكون ملابس داخليه، جلكم الله. أي. وملابس داخليه ويردون يعرض انه يقول عندي ملابس داخليه، يبتعد عن ترويج الفساد. نعم. والصورة أنه قدر الإمكان أن لا تكون يزق عليها أنه نشر الرذيلة العياذ بالله. نعم. أو الانحراف الأخلاقي. يعني إحنا هيك شيء ننشر بدون لبس. بلي. نستهني. بس بلي. القطعة واحدا بس صورها ننشرها وتنشروها. أيه عندكم صفحة على الفيس. أيه. على زي. الانستغرام على الفيس ميلين. سيدنا عندي سؤال. تفضل. يعني شنو حكم الدين بخصوص المحلات اللي تعرض الملابس بها صور فاضحة أو الملابس الفاضحة بصورة عامة وملابس الداخلية احنا نسميها؟ زين. احنا أول شيء نميز بين الصور الفاضحة وصور النساء الاعتيادية. صورة النساء الاعتيادية يجوز أنه أبو محل يعرضها انه بده يعرض بضاعته، اذا لم تكن ينطبق عليها هذين العنوانين. شنو هن العنوان؟ اذا لم تكن شنو؟ اذا لم تكن مثيره للشهوه، صوره لا تثير الشهوه ولا يصدق عليه عنوان ترويج للفساد. زين، هاي من اللي يطبق هذا الحكم؟ صاحب المحل. صاحب المحل يريد يعرض بضاعه. وياي؟ اذا صاحب المحل يريد يعرض بضاعه بها صور نساء، كون شي راعي. يراعي اولا ان ما تكون هاي الصور مثيره للشهوه ولا يصدق عليه ترويج للفساد. من اللي يطبق هذا الحكم؟ هو صاحب المحل. يباوع على الصوره، اذا كان يصدق عليه ترويج للفساد ما يجوز ينشرها. اذا كانت مثيره للشهوه هم ما يجوز ان ينشرها.
اذا لم تكن مثيره للشهوه ولا يصح عليه ترويج الفساد يصير ينشرها لو ما يصير؟ يصير يعرضها هو لانه قاعد يبيع. واضح؟ هاي بالنسبه لصور النساء الاعتيادي، اما الصور الفاضحه بعد حتما شو ينطبق عليها؟ شنو ينطبق؟ ينطبق عليها عفوا اما مثيره للشهوه او ترويج للفساد. بعد تكون يتحاشاها ان ما يطلع. عفوا سيد، هو الاول نقول احنا المغزى الاول والاخير لصاحب المحل ورب رزق. بس احنا بصوره عامه هي انه تقول الملابس هي داخليه. واحنا كنا نعرف ان جسم المراه انه بصوره الملابس عامة الداخليه بعد تكون يعرضها بصوره انه ينطبق عليها ان لا ينطبق عليها العنوان اللي ذكرنا. واضح؟ واضح. كيف تتعامل مع النساء اللي في بعض الاحيان مثلا لو اجلكم الله تبيع ميانة او هي تحاول انه تتمازح او قد فاقده للاخلاق لا قدر الله؟ يعني احاول ابتعد عنها، الهي نفسي الهي نفسي عنها، اقول لها نبهها اذا لحت بهذا الموضوع، اقول هذا شيء غير مقبول مرفوض هنا انا باب رزق. زين. يعني انت اول قضيه ايه؟ اول قضيه تذكرها ايه؟ انه انت تلهي نفسك. اي طبعا راح الهي نفسي بغير شغله مثلا غير مكان ارتب هيجي. زين. انا مو ابعدها عني. جيد جدا، هاي اول قضيه. القضيه الثانيه؟ القضيه الثانيه اذا اصرت مثلا. اذا اصرت انبهها. زين لطيف، نبهها. انبهها اقولها. زين ويا يابي انه بعض الكلمات تختاروها ايه؟ او انه هذا باب رزق. باب رزق هذا. اي بلي. مرة لا قدر الله المرحلة الثالثة إذا ما امتنعت نطردها بعد، نطردها خارج نعم. المحل وانت هم تستشعر الآية الكريمة من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. بالتالي حتى إذا طردته الله سبحانه وتعالى يرزقك الرزق الوفير من مكان آخر. زين انت اليوم تشوف هاي الظواهر مثلا بنية ما تتحفظ في كلامها أو بنية أخلاقها شلون هاي تشوف الظاهره؟ يعني حاليا قلت هاي الظاهره احنا عندنا. شكرا. اي بدات تنحسر. بدات تنحسر هواي. زين. البنات غالبا يعني هواي يعني قليل بقوا ما نقول ما محتفظات هيك. زين. يعني انت تقول اليوم مجتمعنا اللي ايه؟ عنده تقاليد عربيه ايه؟ بالاضافه الى تقاليد اسلاميه بدات نعم. تنحسر عنده ايه؟ زياده الثقافه نعم. والوعي. ما قاعد تشوفون يوم هاي هيك ظواهر. لا لا انا بنيه ما تتحفظ في كلامها. قلت قلت الحمد لله. الحمد لله. مساله بالنسبه للمساله السابقه بينا جواز الرجل ان يبيع الملابس الكذا للنساء مع مراعاه الاحكام الشرعيه، ولكن ينبغي عدم للبائع عدم خضوع بالقول، بل بعض الكلمات ينبغي أن لا يذكرها أو لا يتقول بها، بل لا يجوز له القول بها. من هذه الكلمات مثلا أن هذا الموديل مثلا ملائم للبشرة، أن كذا الشكل يكون أجمل أو كذا، فذلك يعتبر من خطوات الشيطان. والآية الكريمة اللي تقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سيد برزح ما عليك، عندي استفسار. نعم. يعني هسه احنا عندنا الوكالة مالتنا عندنا هواي اقسام مختصة بالنساء. بل. واحنا يعني انا كرجل من اجي اتعامل ويا النساء، يعني مثلا عندي ملابس داخلية انه من اراويها للمدير او اشرح لها على المدير، شنو الحكم الشرعي بهالموضوع بهالخصوص اللي عندنا؟ اول قضية احنا ما عندنا مشكلة شرعا بحد ذاته ان الرجال يبيع ملابس داخليه نسائيه، ما عندنا مشكله، بس لابد ان يراعي امور. اول امر طبعا مراعاه النظر، عدم اللمس، عدم الخلوه، استخدام الكلمات. اكو بعض الكلمات اصلا حرم استخدامها، يحرم استخدامها، مثلا لان تعتبر من خطوات الشيطان، مثلا هذا هوايه مناسب لكم. مو صحيح. عدم استخدام هذا الكلام، هذا الكلام والمحاذير الاخرى يكون ما عندنا مشكله بالقضيه بحد ذاتها، ما عندنا مشكله فيها شرعا، ما في مشكله. واضح؟ يعني نطلع من الخلل الشرعي عن طريق تجنب هذه المحاذير، هذه المحاذير من الاقوال
من اللمس، من النظر المحرم، من الكلمات هذه اذا تجنبناها ما عندنا مشكله فيها، وان كان انه تتولى القضيه امراه انسب وافضل. تدرون اليوم انت صاحب محل ملابس نسائيه تبيع، لابد اكو غرفه للمقاسات، نعم. كيف تستشعر الامانه في غرفه المقاسات؟ يعني هي امانه برقبتنا مثل ما نقول. داخله جوا تقيس مثلا نقول عيال مثل اختي، مثلا انا هسه اذا جتي وحده تقيس تدخل هي بوحدها، انا اخرج هنا بالباب الهي نفسي هنا بعيد عنها. لطيف. اما اذا اهلها هنا ابقى بالمحل. طبعا. واهلها يبقون وياها يعني قريبين عليها. وحتما انت بينك وبين الله تستشعر بمسؤوليه، مسؤولية. انه يوم اللي قاعد تبدل طبعا بغرفه الملابس انهاي في مسؤوليتي. مسؤوليتي طبعا في بلد. مسؤوليتي. سيدنا يعني انا مثلا محاسب واشتغل على الكاشير، يعني مرات مثلا تعطيني مبلغ مثلا ارجع لها الباقي او اعطيها العلاقه، اذا صار لمس بالايد يعني هو مرات غير متعمد يكون، يعني اكو حكم شرعي اكو حرج او واحد يقدر يتجنب هاي الحاله يعني؟ يعني اول قضيه احنا لابد يوم اللي دا نتعامل مع النساء، احنا يوم حلقتنا شلون نبيع ملابس نسائيه للنساء ان يتولى هاي القضيه رجال. اول قضيه ذكرناها انه الابتعاد عن الاحتكار، يعني مثلا انا ادري سلفا من بدايه اول ما فتحت حبيع علما حبيع النساء، واني محاسب وكون استلم فلوس وانطي بضاعه، فمثلا ارتب لي ميز احط عليه شنو الكيس او البضاعه وهي تحط على الميز الفلوس انا اقدر اخذها. اول قضيه لابد ان اوفر اجواء مانعه للاحتكاك بين اللمس بين الرجل والمراه، انا اللي اوفرها. واضح؟ اذا ما قدرت اوفرها، اذا ما قدرت اوفرها وما توفرت الافعال تابعه للقصد. انت اذا قاصد تلزمها ماثوم لو ما ماثوم؟ اكيد يعني ماثوم طبعا. اذا مو قاصد انت متجنب مثلا نطيتها الفلوس او نطيتك اياها من الطرف لزمته وكذا صارت طخز غيره، حتما انت ما ماثوم. ليش؟ لانه الفعل تابع للقصد، انت مو قاصد انه هذا يصير اللمس، بالتالي صار احتكاك لمس هو غير مقصود، حتما الانسان يكون شنو؟ انا حتى اذا هو كان مقصود. حتى اذا كان هو الفعل متكرر يوميا يعني بس يعني دائما يصير بدون قصد، لان انت تعرف مثلا مرات بدون قصد وكذر وكسوك ما يخل. بدون قصد قاعد نقول ما عندنا مشكله به شرعا، نعم. لكن نحاول احنا على المستوى القريب والبعيد انه نتجنب هاي، انه نرتب لنا فد ميز او مكان حتى نمنع هذا الاحتكار. هاي تصير عندنا ثقافه على طول حتى تمنع، انا احط هنا هي تاخذ من هنا، وهي هم تحط الفلوس هنا انا اخذها منها. شلون تتعامل في تسليم الاموال وتسليم البضاعه واستلام الاموال؟ يعني احاول ابتعد عن اللمس. زين ممتاز. ابتعد عن اللمس قدر الامكان. احنا اليوم موجوده حاضره عند بائعنا العراقي الثقافه الاسلاميه اللي هو حرمه لمس المراه. اي. بلي. بالتالي انت تقول ابتعد عن اللمس مثلا شلون توجد يعني الحرم. مثلا اي على الميز اخلي لها مثلا لطيف مالتها الكيس. اي وهي هم يعني تخلي المال على الميز. نعم. بالتالي واحدة من نبتعد أهم عن اللمس. إيه هاي أهم واحدة من أهم الطرق اللي تبتعد عن الاحتكاك بالنساء أنه هذا عن طريق الميز مثلا أو طرق أخرى بديلة مثلا تقدر تخليه بمكان تعلق على سكمني مرات مرات لا بعيد السكمني أخليه على القاع هي وهي تخلي لي هنا مرات. كيف تتعاملون مع الملابس الداخلية جلكم الله؟ ملابس داخليه نساء ما نتعامل بها هاي. زين الملابس زين ما تتعاملون. هل تعتقد ان الانسب في التعامل او في بيع الملابس النسائيه الداخليه ان تكون امراه؟ نعم تعتقد. ايه. وحتى تلافيا للاحراج احراجي تلافيا لقضايا لا اخلاقيه قد تحدث. ايه. مو ايه. بالتالي انت مع أن تكون ما تكون مرة بائعة للملابس الداخلية تتعامل. نعم عندنا هواية شلون خواتي هنا هم يعني هم يعني هم يتعاملون يعني هنا عندنا نساء بلد اي نساء هنا مسألة لا إشكال في أن يبيع الرجل الملابس الداخلية للنساء بشرط شنو؟ بشرط إذا كان بالضوابط الشرعية من عدم الخلوة وعدم المس.
بالتالي اذا تحقق اذا تحققت هذه الضوابط الشرعيه لا اشكال في ان يبيع الرجل الملابس الداخليه للنساء، ويجب على المرأة شرعا أن تلتزم بالحجاب الإسلامي بالحجاب الكامل الشرعي عند الشراء، وأن تهتم بالحشمة وعدم الخضوع بالقول، وإن كان الأفضل شنو أن تقوم المرأة في هذا الدور أن تبيع الملابس كذا للنساء، ليش أولى أن يكون أفضل للتعامل بين الطرفين بين البائع والمشتري. تدرون المرجعية خيمة للعراقيين وللعالم. أكيد. هل لديكم تواصل مع المرجعية الدينية؟ كأسئلة شرعية؟ بلي، أو وكلاء المرجعية أو المعتمدين لمعرفة الحكم الشرعي. معتمدين. بلي. عندكم تواصل؟ نعم نعم أكيد. عندكم تواصل؟ بلي. أكيد. زين. يعني أنت من يصير عندك مسألة. اما ترجع مثلا موقع سماحه السيد السيستاني الله يحفظه يوم الجمعه توجه عندما توجه للصلاه يعني قابل الشيخ هناك هو يوصل الاسئله مالتنا. نعم، يعني اليوم احنا بائع الملابس النسائيه حتما عنده تواصل بطريق مباشر او غير مباشر مع المرجعيه العليا المتمثله بسماحه السيد السيستاني الله يحفظه. سيدنا، إذا أنا اتفقت مع صاحب الشغل على معاش وراتب معين، نعم، وبعد 5 أشهر أو 6 أشهر هو غير الاتفاق وعطاني أقل من المتفق عليه بقيمة صارت مبلغ مالي، فهذا الموظف قرر من عنده يأخذ من المحل ما قيمته بالاتفاق. هو اعتبر انه هيدا الشيء حقه لانه انظلم قلله وماكو اي اثبات قانوني او شيء قانوني. هل يعتبر هذا الشيء سرقه او حرام؟ زين، انت شو ترجح؟ انت برايك ترجح سرقه هذا لو مو سرقه؟ انا برايي الشخصي لا يعتبر سرقه. لا يعتبر سرقه. زين، اول قضيه احنا نتفق او متفقين، اكو روايه عن النبي صلى الله عليه واله تقول المؤمنون عنده شروطهم، أو يا أيها الذين آمنوا، القرآن يقول أوفوا بالعقود. العقد مو أنه ينطي مرتب كذا هلقد بالشهر، منو يجب الوفاء؟ هو يجب الوفاء بالعمل المناط به، وذاك يجب عليه شنو؟ إعطاء المبلغ. صحيح. من قلله في بداية الشهر لو في نهاية الشهر؟ في نهاية الشهر. في نهاية الشهر. في نهاية الشهر، ما قايل له بداية الشهر راح أقلله. زين، احنا تبقى في ذمته، تبقى في ذمه منو؟ ذمه صاحب العمل. صاحب العمل، انا مو من حقي انه انا استنقذ حقي، مو من حقي، بس اقول له انا اطلبك مثلا ايش قد الفرق؟ 100,000 دينار، اقول له اطلبك 100,000 دينار في ذمتك، خلي يكون انا اطلبه ولا هو يطلبني عند الله سبحانه وتعالى، لانه الاعتداء هذا يعتبر مو صحيح. واضح ان شاء الله؟ يستحب إقالة النادم. تعرف شنو إقالة النادم؟ لا. إقالة النادم، واحد اشترى من عندك، العقد يوم اللي اشترى هو عقد، شو نسميه؟ عقد لازم. أي. يعني ملزم للطرفين. أي. فمن صار بيناتنا عقد لازم، أنت لازم تسليم البضاعة، هو لازم شنو؟ تسليم المال. زين، انطاك الفلوس وراح. من راح بعد ما لحق يفسخ ندم، يستحب شرعا إقالة النادم. يعني شنو؟ نعم. تندمت، وغالبا ما عند النساء تندم. نعم. اشترت هذا، رجعت للحوش تفكر كذا، صح، شافته مو مناسب. نعم. او شافته سعره غالي. نعم. او عندها قطعة او امورها المادية ما تتحمل. نعم. وشون اشترته ما تدري. نعم. مو واجب عليك ترجعها. نعم. بس مستحب لك ترجع. العنوان يستحب إقالة النادم. نعم. مدرك طبعا هذا الاستحباب روايه عنهم عليهم السلام، من اقال نادم اقال الله عثراته يوم القيامه. يعني مضمون الروايه. ايه؟ يعني مثل ما تقيل نادم. ايه؟ الله هم يقيل عثرتك يوم القيامه، بالتالي الى اجر عظيم. ايه؟ اليوم انت تتعامل مع ملابس نسائيه، بالتالي النساء هن اكثر مثل ما قلت ندما. ايه؟
وترجيعا للبضاعه. اليوم سيد عبد الله اذا تجي وحده متندمه تريد ترجع يعني مو ملبوس مو ملبوس طبعا اذا ملبوس بحث اخر غالبا نسالها نقول لها استبدلي اذا قالت لا مثلا انا يعني محتاجه مال مثلا زوجها ما قبل احنا ما نريد نسوي مشاكل بينها وبين زوجها نقولها يا عادي ما توقف لا لا ابدا لا لا ابدا المال وتطلع وغالبا يعني الحاله ما صار عندي مال يرجعون استبدال قليل كلش ترجع وفي ما لو تريد ترجع انت تقول بيني وبين الله انا اقبل اقبل ارجع نعم. حتى ما اسبب مشاكل اذا نعم. قطعه مثلا ما اخذتها القطعه ما بيها شيء ما رجعتها طبعا ما بيها شيء ما بيها شيء نعم. سيدنا بل. في واحد عم يعني تشتري حذاء من محل وتقيس الحذاء وعجبها بس انكسر الكعب انكسر الكعب وعافت المحل وطلعت ما خبرت صاحب المحل انه انكسر بعدين احس بالذنب يعني شو تسوي بهالحال اول قضيه هي قاعد تشتري حذاء اجل لكم الله انكسر الكعب وعافته وراحت الست ندمانه اول قضيه يجب الرجوع الى صاحب المحل وضمان ما اتلفته اتلفت الكعب بالتالي واجب عليها ان تضمن زين ربما في بعض الحالات اما تنسى المحل او شال ابو المحل بهاي الحاله شو تسوي برايك المفروض انا يعني برايي المفروض ترجع على المحل رجعت وما لقيت للمحل او شايل ابو المحل او ما موجود شو تسوي اذا احد موجود تخبر اذا ما احد موجود تحاول ترجع مره ثانيه بس ما لقيته اذا ما لقيته تصدق بقيمه ما اتلفته على فقير متدين نيابه عن من نيابه عن صاحب المحل اللي اتلفت هاي قيمته اذا ما لقيت صاحب المحل واضح ان شاء الله موفقين ان شاء الله مساله حكم بيع جلكم الله الاحذيه والجنط النسائيه الملون حكم البيع وهو جائز جائز واحد يبيع وان كانت هذه اجلكم الله الاحذيه والجنط ملونه جائز ليش حكم البيع بيعها جائز لانه موارد الانتفاع بها غير مختص بالحرام يعني مو فقط في موارد الحرام موارد كثيره من يمكن الانتفاع بها في موارد الحلال نعم لبس هذه اجلكم الله الاحذيه الملونه اذا عد عرفا زينه او كان ملفتا لنظر الرجل او مثيرا حرم يعني لبس هذه الاحذيه الملونه اذا صدق عليه احد العناوين الثلاثه شنو هي العناوين الثلاثه لو كان زينه والزينه منهي عنها شرعا لابد سترها عن الاجنبي او كان ملفت لنظر الرجل او كان مثيرا له اذا انطبق عليه احد العناوين الثلاثه حرم لبس الاحذيه جلكم الله الملونه ولابد من سترها من الناظر الاجنبي يعني ان ما يشوفها واحد غريب اذا لم يصدق عليه احد هذه العناوين الثلاثه فلا اشكال في ذلك تدرون الله سبحانه وتعالى بالقرآن يقول وأما بنعمة ربك فحدث يعني أنت إذا عندك من نعم الله هي حوائج الناس يعني حوائج الناس نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان يوم اللي يقضيها هل يمكن الحديث عن مواقفكم الإنسانية هذا بيننا وبين الله واحنا قاعد نقول نعم. الله يقول وعما بنعمة ربك فحدث حدث نعم. يعني عنواننا اليوم الرياء هو امر قلبي يعني شنو اني اقول قدمت للايتام قدمت للفقراء هذا اذا كان القصد بيني وبين الله حتى يقولون علي خوش ادمي هذا الرياء نعم. والرياء مفسد للعمل صح. اما اليوم احنا اللي قاعد نتحدث به انا قاعد اطلب من عندك مو انت اللي قاعد تقول صح أنا أطلب من عندك أن تحددني عن مواقفك الإنسانية هاي من باب التشجيع على الطاعة نعم. اليوم إحنا أصحاب محلات بيع الملابس النسائية هم قاعد يتعاملون ويتحاطون مع الأرامل مع الأيتام نعم. بلا مقابل أو بسعر الكلفة نعم. وقاعد توزعون نعم. فياريت أنه تتحدث عن مواقفكم وحملاتكم حاليا هسه هذا موسم دراسة بدأ وإحنا عندنا مدرسي صداري صداري قمصان فاكيد يجونا هيك يعني محتاجين وما عندهم ف
فين الساحل وياها مش قد ما يعني خليه بكلفته زين. اي غالبا تحت الكلفه يعني نبيع اذا اذا يذكرون زين. عندكم عوائل انتم غالبا توزعونهم يعني نعطيهم ملابس تو ملابس اموال؟ لا اموال اموال زين. هسه رجال يريد يبيع ملابس نسائيه يصير له ما يصير؟ ايجاز زين جاهز. جائز طبعا اكو شروط. اي زين. وحده من الامور طبعا تختلف من رجل لاخر. نعم. قد رجل يوم اللي يبيع لنساء ويصير احتكاك وكذا ما يتحمل، قد يؤدي لا قدر الله الى الانحراف والمعصيه. صح صح. لا اكو واحد لا يعتبره باب عمل. نعم. ولن يؤثر عليه ذلك العمل. نعم. كيف ترى ذلك؟ يعني اكو بعض الشباب تعاملهم شوي لا اخلاقي بعض النساء، بالتالي قاعد تأدي هاي المهنه حسبت هاي حسبت لطيف. اي زين. واكو لا يعني خلوق ويا المراه وما متاثر. اي وما متاثر بهاي ويحسبه باب رزق، يعني هو يجي يشتغل شغله عاديه ويرجع البيت زين، يعني يتعامل وياها باخلاق دينه. اي وفق الشريعه زين. هسه احنا هل يمكن للرجل ان يحافظ على الاحكام في تعامله في بيع الملابس النسائيه؟ يعني اكو زي. مثل ما قلنا هم اكو بعض اكو ما يحافظون. اي اكو ما يحافظون واكو لا يحافظ. والاكثر الاكثر يحافظ. لا الحمد لله. سيدنا في سؤال بس لو سمحت. تفضل. في واحد عم يشتغل عند شخص صاحب العمل وصاه ياخذ لاهله شو يحب من المحل، اكو مثلجات اكو حلويات اللي بيحب، فهو عم ياخذ كميات شوي يعني غير مقبولة او كميات اضافية كميات كبيرة يعني، فشو ممكن يحكم يكون حكم هذا الموضوع باعتبار انه هو خوله ياخذ اللي هو بيحب؟ زين. يعني انت تسأل انه خوله صاحب المحل ان ياخذ ياخذ له والاهله ياخذ له والاهله. زين. هو قام ياخذ، هو فعلا مخول لكن قام ياخذ كميات تعبر عنها كثير. زين. اول قضية اذا كان التخوين من قبل صاحب المحل بالاخذ الكثير هذا اللي عبرته عنه، اذا خوله ان ياخذ بالاخذ الكثير له والاهله، ها بحيث لو علمه انه قاعد ياخذ هيك كميات لو علم صاحب المحل لرضى، اذا يرضى ما عندنا مشكله بهاي، لكن ربما يفهم من قاعد يخوله يقول له انت اللي تريد اللي تريده وتحتاجه اخذه. شي يريد يخوله؟ يخوله على محل الحاجه، يعني ايش كثر انت تحتاج انت وعيالك اخذ، بس مو اذا يخوله على اليمن على الاخذ الكثير. واضح؟ اكو فرق، عندنا التخويل في الاخذ الكثير وعندنا التخويل في الاخذ محل الحاجه. فاذا هو خوله يقول له اللي تحتاجه اخذه، هو ما مخوله على الاخذ الكثير، شو مخوله؟ على محل الحاجه. فبالتالي لابد ان يقتصر على مقدار حاجته او حاجه عياله ولا يزيد على ذلك، غير جائز. يريد يزيد كون يطلب اذن، لانه احنا اول ما نفهم من خوله خوله على محل الحاجه ما خوله على الاخذ الكثير. نعم اذا خوله على الاخذ الكثير في ذاك الوقت وعلمه ورضى بذلك هو صاحب المحل، بعد لا اشكال في ذلك. سيدنا في حال انه انا صانع بمحل واجتنا واحد احد الزبائن اجاني اشترى من عندي ب 25، اشترى من عندي ب 20 بقت عليه خمسه، هاي منو هاي راح يتحملها؟ الزبون راح وبعد ما اجى ما رجع الخمسه، منو راح يتحملها؟ انا لو صاحب المحل. زين. يعني انت سؤال تقول انه بعت له بمبلغ بقى عليه 5000، اذا نت له انه ياخذ البضاعه، اذا نت له ان ياخذ البضاعه بالنتيجه بعد مده ما جاب الباقي 5000 او ما جابت باقي 5000، هيج قضيه. اذا لم ياذن صاحب المحل، اذا مو اذن لصاحب المحل بهكذا تصرفات، يعني ما يرضى صاحب المحل ان يسوي هيج تصرفات، فمن اللي يضمن المبلغ المتبقي؟ العامل. العامل اذا صاحب المحل من اجل جلب زبائن يقول له مثلا شو يقول له؟ يقول له تبقى 2000 تبقى 3000 ما يخالف حتى تمشي، بعد اذا هو قايل له هو مخول من اللي يتحمله؟ يتحمله صاحب المحل. اذا ما اذن له بهكذا تصرفات
بالتالي المبلغ المتبقي يضمنه منه العامل، حتما يضمنه العامل. تدرون الأحكام الدينية لا تسقط مثل الصلاة، نعم، وباقي العبادات لا تسقط في حالة من الأحوال. شلون هنا نطبقون الأحكام الشرعية مثل الصلاة؟ مثل الصلاة مثلا، يعني من يأذن المؤذن ويسمع وقت الصلاة، نعم، نغلق المحلات، نصعد هنا متوفر بالموضع عندنا مصلى، نصعد نصلي، لطيف، نعم، متواجد، نصعد نصلي به، نعم، خلص صلاتنا نرجع ننزل نفتح، هنا الزبائن يعرفون يعني وقت صلاة يصعدون أهل المحلات يصلون. بالتالي احنا اليوم محافظين على محافظين على الصلاة في الصلاة أوقاتها ومهتمين بهاي القضية. شكرا لله. شعائر سيد الشهداء شلون تمارسوها؟ يعني غالبا ما ننشر السواد احنا هنا، بل، أو مجلس صغير يعني بيناتنا كأصحاب محلات، نعم، نقيمها. زين، يعني احنا اليوم محلاتنا او هنا في المولات احنا محافظين على شعائر سيد الشهداء عليه السلام، بالتالي وحده من عندهم نشر السواد، نشر السواد، اقامه مجالس وان كان مجلس بسيط فيما بيناتنا، لان هاي القضيه حتما مهتمين بها. عندنا مثلا سوق الباله، مثلا انا رحت اشتريت من الباله، لقيت مثلا داخل القطعه اللي اشتريتها مثلا اكو مبلغ مادي او قطعه ذهب، يعني هذه تعتبر ملك لي، انا اشتريت القطعه ولقيت هذا الشيء بداخلها. زين، تدري غالبا ما مو غالبا تحدث هاي الحالات بالبالات، يلقون قطعه ذهبيه او يلقون ملابس مبالغ ماليه. نلاحظ منشأ الباله اذا كان منشأها من بلدان غير اسلاميه جاز اخذها والتصرف فيها اذا بلدان غير اسلاميه، اما لو كانت بلدان اسلاميه بعد هذا ملكية مسلم يصير تتملك انت لو ما يصير؟ لا ما يصير. ليش تسوي بيها؟ شو تسوي بيها انت برايك؟ اذا ملكية مسلم بعد وانت قاعد تقول يعني واحد يصدق بيها، ممتاز، مبلغ يصدق بيها، اما يصدق بهاي القطعة اللي قاعد يصدق بها على فقير متدين، او لا يصدق بقيمتها على فقير متدين، وبالتالي هو شو يقدر؟ هو يقدر يتصرف فيها، يصير ملك له. صح، واضح، ممكن ان يتصرف فيها هو نفس الشخص. حلو، واضح ان شاء الله. ان شاء الله واضح. في حال صارت ان حادثه سرقه بالمحل وكان تواجد العامل موجود مو صاحب المحل، شنو الحكم انه عليه مثلا يتحملها العامل او لا؟ زين، العامل اكو سرقه صارت بالمحل تسهل، والعامل كان موجود والسرقة، هل يتحملها العامل أم صاحب المحل؟ هاي تختلف من حال لآخر. هو حاليا هذا المكان من واقف فيه يشتغل من هو أمانة. العامل واقف بأمانة، إذا صدق عليه تفريط بالأمانة، يعني شنو تفريط؟ واقف برا والزبون وين؟ جوا بالمحل. تقصير. هذا تفريط لو مو تفريط؟ صح، تفريط. من اللي يضمن؟ العامل. إذا فرطت بالأمانة فالعامل ضامن. لا، إذا واقف استغفلوا العامل. شون؟ استغفلوا العامل. إيه، إذا واقف العامل ولازم ومتخذ كل الإجراءات ونبه وفطن، لكن بطريق أو بآخر أو بخفة أو بكذا، استغفلوا بعد لا يضمن العامل. ليش؟ لأنه إحنا قاعد نتعامل ويا أمانة، أكو تفريط يضمن، ماكو تفريط ما عليه ضمان، واضح؟ واضح، يتحمل الخساره من وين؟ صاحب بس المحل. هاي يقول انه شلون راح يقولون انه العامل فرط لو ما فرط؟ هاي صعبه. ليش صعبه؟ لانه حتما هو يبدي العامل شنو؟ يدافع عن نفسه، يقول له انا كنت واقف وكذا ومباقيت، ها؟ حتما مو يقول انه انا كنت برا او هالشكل. اكيد، بالتالي راح يبرر النفس. يكون اذا اكو كاميرات يرجع الى الكاميرا مثلا حتى شنو؟ تبين ان الكاميرا من هو الغلطان ومنو هل منه صدر منه تفريط ام لم يصدر منه تفريط. واضح ان شاء الله. واضح ان شاء الله. انتم ذكرتوا عندنا صفحه على الفيسبوك والانستغرام، كيف تنشر صور النساء في على صفحات التواصل الاجتماعي؟ غالبا احنا ننشر القطعه يعني الملابس ننشرها بدون موديل، بدون او احيانا ملكانه ملكانه، نعم، حتى تحافظون على عنوان
بدون ترويج للفساد ولا نشغل لحد. سيدنا في حال انه اليوم انا عندي براند او شيء فصال انا مفصله نفسي، انه ما اقبل انه احد ياخذ هذا التفصال ياخذ هذا الديزاين ويجى احد قلد هذا الديزاين لبسه وصلبي، شنو حكم الدين بهذا؟ زين، اول قضيه انت تسال انه انت الماركه مالتك هاي يسميها براند تعبر عنها، بالتالي ما تقبل واحد يقلدوه ويسوون مثله، هذا اجى واحد قلده سوى مثله وجماله فوقها صلب. زين، اول قضيه ماكو اشكال في من يقلده. ليش ماكو اشكال في من يقلده؟ الرزق على الله سبحانه وتعالى. نعم بالله. بالتالي ما عندنا ملكيه حصريه في ملكيه هذا الموديل الى منو؟ الى شخصك انت اللي تعبر عنها براند مالتك. فبالتالي انا جيت قلدته لا اشكال في تقليده. ومثل ما ماكو اشكال في تقليده ماكو اشكال في الصلاه في اللباس المقلد، هذا اللباس اللي قصيناه على نفس القصه مالتكم. أو بتعبير أصحاب المحلات سرقة والموديل مالتي، أما عندنا مشكلة بالصلاة، عندنا مشكلة الصلاة في اللباس المغصوب، إذا لباس مغصوب حرام صلاة تطلب، أما هذا مو لباس مغصوب، بالتالي ما عندنا مشكلة بالصلاة ولا عندنا مشكلة في تقليد هذا اللباس. واضح إن شاء الله؟ شنو اللي عندكم المشاكل هنا مع الحلول؟ يعني من بعض ضعف القلوب هيك متحابشين بالنساء. زين، هاي عندكم هاي مشكله؟ اي طبعا مشكله. اي يعني اجل لكم الله يتحارش بالنساء. نعم، بالتالي هاي قاعد تعانون من هيك. يعني تتمنون انه الشرطه المجتمعيه او السلطات الحكوميه تاخذ دورها حتى تمنع قضيه التحرش. يعني البنيه لانه صعب صعب تيجي تتسوق مو؟ اي بعد شو تعانون؟ يعني هي من السرق. سرق؟ نعم نعم. انتوا هم تنباقون؟ قليل قليل. كاميرات شلون مو موجوده؟ نعم ما موجوده. عجب من اهتم في قضيه الكاميرا كذا باعتبار يعني مهتمين ان شاء الله قريبا راح نخلي ان شاء الله ان شاء الله. وهم بدت ان شاء الله تنحسر لين الظواهر. اي اي يعني السرقه وهاي لا انحسرت يعني على القليل كلش. الحمد لله الحمد لله. وفي الختام قال تعالى: الإنسان على نفسه بصيرة. فإذا كان الرجل اللي قاعد يبيع الملابس المختصة بالنساء قد يجره إلى الانحراف بيعه بيع للملابس والمستلزمات الخاصة بالنساء، إذا كان يجره إلى الانحراف لا قدر الله، فحتماً لابد من ترك هذا العمل. وأما إذا كان لا يؤدي ولا يضره ولا يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه فلا إشكال في ذلك، وإن كان ترك العمل أولى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.